تم توزيع 1150 سكن في صيغة عدل، وإن شاء الله ونحن نعيش نفحات ليلة القدر وكذلك عيد الفطر. مبروك على كل المستفيدين من هذه السكنات. في سياق أخرى كذلك استغلينا فرصة أو ما نعيشه من نفحات ليلة القدر وعيد الفطر باش نوزع كذلك حصص أخرى في السكن الاجتماعي إيجاري بالنسبة للكل 200 وشرايع 204 و 150 بالنسبة لبلدية عن قشرة، و 76 سكن مدعم بالنسبة لسكيكدا وفلفلة. إذن الحصة الإجمالية كلها تقريبا 1600 سكن. بالنسبة لبلدية القل وبلدية الشرايع قمنا بتوزيع حصة 203 سكن اجتماعي إيجاري، 189 بالنسبة لبلدية القل و 14 بلدية الشرايع. أخيرا يعني قد تم توزيع حصة 130 سكن عمومي إيجاري ببلدية عين قشرة، من ضمنها 33 سكن في إطار القضاء على سكن الهش، وتمت الحمد لله في ظروف حسنة، لم نسجل أي تحفظات، وسيتم إن شاء الله عملية إعادة الإسكان والترحيل الأحد المقبل إن شاء الله.